الزول نيت ما يسمع الزول مقرن مرحبا سي وين دونك كوم فو زافي فو مانتنون الشاوية الحرار هذا عرس بركة كيما قالكم هذا عرس بركة باش نتفاهمو مليح الوغ بوغ سات سواغي بوغ سات سواغي اون فا فينيغ اون بوتي دونك اون فا باغلي باسكو إيير يا une amie qui m'a demandé vivement que ce pouvoir part. D'accord, ce pouvoir doit partir, d'accord. Mais avant de partir, avant que ce pouvoir part, il faudrait trouver celui qui va prendre le relais. قبل ما يروح هذا لازم نشوفو شكون هو اللي حيجي. اذا غير راح نديرو كيما في التسعينات نحينا البوفوار اللي يقولوا عليه ديكتاتور وما نعرف واش ديكتاتور وسا ورحنا جبنا الذباحين. اسمحوا لي انا جو بريفير يريحوا هادو. قبل هذا جو تيان رمسي تو لي جون كي مون اكري تو لي جون كي مون انفوي دي فلور. ميرسي بوكو. راح نتكلم ثاني على je vais juste répondre à deux personnes قبل من نبدا الكلام. monsieur كان الاول هذا سمحوا لي دقيقه شكون هو السيد الاول هذا سيتي سي كوا aujourd'hui on est le 26 معليش يا سي رياض هذا غلام هذا هذوك النهارات اللي بونديت قلت لك يا ولدي يرحم والديك من فضلك لي فام اراهم كي الرجال باش نتاهم مليح كيما لا فام كيما الرجل انا عندي سي كوم سا انا بور موا كي لا فام كي لوم نو زافون لي ميم دغوا ونزيد نعطيك حاجه يا سي هذا رياض غلام
راه كانوا نساء نعرفهم انا، نعرفهم انا والله خير من خير من الرجال. عول عليهم وما زيدش، عول عليهم وما تخافش. اوكي، وكانوا نساء قاريات وفهمات وما كما قال واحد في الزين. في انا نقول لك واش تقولي انت يا دوكا كوم لي فام، كوم لي فام يا ولدي لي فام واش بيهم لي فام؟ انت راح تقولي انت راك خير من النساء كامل تاع العالم كامل ولا كيفاش؟ حنا على الشيطان يا سيريا. الو، كاين واحد ثاني هذا سي مصطفى، هذا هذا جاوبنا هذا. اوكي، هيه كاين سي رحيم، هذا حمزه، سي رحيم حمزه واش يقول لي؟ يقول لي خويا الله يهديك، ربي قال على اليهود مغضوب عليهم والمسيحيين الضالين وانت تقول مؤمنين. يا سي يا سي رحيم حمزه من فضلك، انا يا خويا مانيش ما نعرفش في كيف اسمه، جو كوني با اون ريليجيون، جو كوني با اون ريليجيون، مانيش ريليجيو، سو با ريليجيو، مي سامبلومون انا نخدم مخي، انا نخدم مخي ونقول حاجه اللي مخي يرضى عليها. ها، اللي يحب يرضى صدير يتبعني الله ما بارك، واللي يحب يا خويا قالني غلطي انا نحترم رايو، نحترم رايو. كاين ناس يقولوا باللي هاد المغضوب عليهم هادو، ها اللي تقول انت عليهم اليهود، ما ربي ما يعنيش اليهود، هاك يقولوا الناس هادو، ربي ما يهضر ما يهضرش على اليهود. هذه الاولى، كاش ما عندك انت يا ايه يقول باللي راني مغضوب ربي مكتوب راني مغضوب غاضب على اليهود، ابعث هاني نشوفها يرحم والديك، ولا قول لي، ولا كاش واحد من هذو الجماعه هادو صحاب الحي هادو اللي يعرفوا، ماذا بينا نتعلموا وماذا بينا نردوا عليهم. خاطرش مكتوب المغضوب عليهم، صح، شكون هو المغضوب عليهم؟ كاين واحد يقول لي باللي الناس كيما قريش وجماعه اللي كانوا ما اللي كانوا ما يمنوش بربي، هذو هما. باسكو حتى عليه النبي عليه الصلاه والسلام المشكله نتاعو الكبيره مع بني عمه ومع قريش، ماهوش مع الاخرين. انا يبان لي هكذا، انا يبان لي هكذا، حتى هذو كيف اسمه اللي ما كانوش يمنوا هذو منا كانوا نتاعو هو، ماهوش تاع الاخرين، ماهوش الاخرين، سي با الاخرين. الوغ تقول لي انا المسيحيين كيف كيف ضالين حتى هما ولا ما عرفوش، الاخر مغضوب عليه والمسيحيين ضالين. يا اخي انا ما قريتش انا صوره مكتوب فيها اليهود راهو مغضوب عليهم ولا وهذو المسيحيين ضالين، ما قريتش. ولو كان نقراها انا ما نمنهاش، ما نمنش بها. علاش؟ باسكو ربي سبحانه عز وجل كيفاش هذا ربي نتاعنا حنا على كيقول كيما هكا. لو كان يقول باللي اليهود مغضوب عليهم والمسيحيين كيما تقول انت ضالين، يسمى هذا ربي نتاعنا حنا برك، ماهوش ربي نتاع هما. وهذه غلطه كبيره، حنا اذا عندنا ربي سبحانه عز وجل، انا هكا مخي يقول راهو عندنا ربي على الناس كل، رب على الناس كل، على اليهود على المسيحيين على وين كاين واحد في الدنيا هذه، هذاك هو ربي سبحانه عز وجل اللي رب نتاعو واحد، ماهوش 20، ماهوش 20 يكذب عليك. كيفاش ربي يجي غير معنا حنا برك؟ الاخرين يكرههم رب العالمين، يكره اليهود، يكره النصارى، يكره هذا الكل يكرههم، الو يجي غير معنا حنا؟ هذا ما كان. انا هذه ما تدخلليش راسي يا اخي العزيز، انا ما عنديش فرق لا بين اليهود لا بين المسيحيين لا بين حتى الناس اللي ما تمنش، انا كلهم كلهم خوتي، كلهم خوتي، سون دي زاتريما، وما نكره حتى واحد، باش نتفاهموا مليح. كيفاه ربي سبحانه عز وجل عطاهم لي ليبرتي وخلاهم، وانا حبيت نديرهم عدو؟ جو ريغريت مسيو. دونك انا جاوبتك وانت دبر راسك. الوغ نعديو على السؤال اللي تو دابور ديما اليوم درنا فيها الثانية دوزيام جوب تاي، بصحتكم الناس اللي تشرب تاي، مولات الفنجان الابيض بصحتك. تاي هايلة. الوغ انا نجيب لك غير لا كاليتي، ما تخافوش روحكم، غير لا كاليتي. واش غنقول يا ربي؟ البارح ميلامي كي تكلمنا، قلت لكم تكلمنا على كيف اسمه، تكلمنا على لو بوفوار، قالت لي فيفمون لو بوفوار هذا يمشي. قلت لها يا بنتي فيفمون يمشي، حتى انا حاب يمشي، مي قبل ما يمشي البوفوار لازمنا نشوفوا، لازمنا نشوفوا كيما قال واحد شكون راح يجي، شكون راح يجي في بلاصه البوفوار.
في بلاصه هاد الناس هادو كي سي كي با فينيغ. دونك نشوفو حنايا شكون هما الناس اللي قادرين يجيو في بلاصه هاد البوفوار هذا. في التسعينات درنا غلطه كبيره ها، في التسعينات درنا غلطه كبيره حبينا نحيو هاد الناس هادو اللي في البوفوار وحنا جبنا التباحين، وهذه غلطه كبيره من فوق نعاودوها. هاد لامي تاعي هذه قالت لي مالا كيفاش واش لازم مالا هكذا تكوي وهكذا تكوي، خاطرش انا قلت لها باللي لو كان غدوه يطيح البوفوار اكتوالمون، لو كان يطيح البوفوار اكتوالمون الذباحين هما اللي راحين يحكموا البلاد ثاني بالقوه، ولا لو كان نروحوا حتى للانتخابات، لو كان نروحوا للانتخابات راحين الاسلاميين هما اللي راحين يخرجوا ثاني الاولين. دونك واش لازمنا؟ لازمنا نترافيكيو كيما مالفين، لازمنا نترافيكيو باش ما يخرجوش داكوغ، لازمنا ما نترافيكيو باش ما يخرجوش. وحنا غلبنا من الترافيك، وحنا غلبنا من الترافيك، حنا نحبو باش الشعب كي يفوتي على كانش بارتي بوليتيك، هذاك البارتي بوليتيك هو اللي يديريجي البي، يديريجي صافي با ديريجي يبدل لنا الدولة، باسكو كاين ناس ما تخلط بزاف أمور، تخلط ما بين الحكومة وما بين الدولة. هو الناس هادو المساكن يحسبوا واش يحسبوا كي باكزومبل ايماجينو اليوم يجي لارسيدي باكزومبل يفوتيو الناس على لارسيدي، هما يحسبوا بلي لارسيدي راح يجي يقلب الدوله. لا يا ناس هذا راه اسمه انقلاب، نتاع الفيس كان راح يديروا كيما هاك، نتاع الفيس نهار كي فوتاو عليهم يعود يروحوا يديروا حكومه ها، يشكلوا حكومه ويروحوا يخدموا ها في اطار القوانين وفي اطار الدستور، حتى لو كانوا يحبوا يغيروا في الدستور ولا حاجه يغيروا، بصح ما يمسوش الدوله، خاطرش الدوله عمرها ما تنجم تبقى هي هي، ما تنجمش تبدل لينا بدل ما تقول لينا يا نحي عليا الدوله هذه ندير دوله اسلاميه. هذا انقلاب هذا يا اخي، هذا انقلاب. نهار كي نحبوا نروحوا نديروا الفوت قال تحبوا دوله اسلاميه وتحبوا دوله علمانيه ولا تحبوا دوله ديكتاتوريه، هذاك الوقت هذاك الناس اللي اذا فوطاو كل حبوا دوله اسلاميه هذيك حاجه اخرى، هذيك حاجه اخرى. مي حنا ما رحناش ننتخبوا كيما هك، حنا رانا ننتخبوا شكون هو اللي راح يسير لـ 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 الحكومه ها فوندون اون سارتين دوري داني 3 4 5 ان موندا، كي يكمل لو موندا هذاك ايما يوليو يديروا انتخابات اخرى. اذا هذاك البارتي هذاك خدم ها مليح راحين يزيدوا سيتيرمون الشعب يزيد يفوتي عليه، واذا شاف الشعب بلي نو ما كانش وكاين برنامج اخر كاين نوتر بارتي اللي جا هذاك الوقت هذاك راحين يفوتيو على البارتي هذا، وتبقى فيها التبادل على السلطه، هذا يروحوا هذا يجوا، حكومه تروح حكومه تجي، حكومه تروح حكومه تجي، بصح الدوله تبقى هي هي. الدوله ما تمش، علاه الدوله ما تمش؟ باسكو الدوله ماهيش اشخاص، الدوله مؤسسات، الدوله مؤسسات، الدوله هي كيف اسمو لي زامبو، هي كيما نقولو حنا لا ولايه، هي لي مينيستير، هما هذو كل مؤسسات ما يتمسوش، يبقاو هما هما، ما يجيبو لهم ناس كل حاجه كل خطره نلوحو فيهم ناس، لوحنا فيهم لا فلان من بعد لا راندي من بعد لا فافاس ومن بعد كل هذه التداول على السلطه، هذا هو التداول على السلطه. باش نجاوب الطفله هذه تاع البارح هذيك اللي عندها الحق بوزي بون كيستيون، قالت لي وباب الراي، وباب الراي كيفاه نديرو؟ قلت لها انا جاوبتها البارح غير بكلام واحد، قلت لها لو مال اي ترو بروفون، لو مال اي ترو بروفون سي فغي، ما نقدروش في هذا تو سويت درك بعد قال لي انتوما ديجاجيو اي روح الشعب، خاطر الشعب مسكين ماهوش ماهوش واعي بور لانستون، الشعب درك ماهوش واعي، الشعب اللي يقول حاشاكم سمحوا لي الدب نتاعنا خير من الطبيب نتاعهم، هذا مو الشعب، هذا غشي، هذا غشي. الشعب كيما وين هو اللي يخمم، هو اللي يقول بيكزومبل كي ندير جماعة حماس هذا ولا بيكزومبل اللي راهم قاعدين هنايا دوكا حماس ولا النهضة، كي ننتخب عليهم هنايا واش راح يجيبوا لي؟ واش راح يجيبوا لي؟ يقول لك راح يطبقوا الشريعة، هي هما علاش؟ ايماجينو طبقنا الشريعة، ايماجينو احنا طبقنا الشريعة، هي واش راح يكون؟ راح ربي سبحانه وعز وجل يبعث لنا من عنده يطيح من السماء كيما يقولوا
ذهبوا والسبيطارات نتاعنا يتعدلوا ولا يكون نتاعنا تتعدل وهكذا. لو كان كيما هكذا تتشمت ماذا بيا انا ثاني نقول لهم ديروا حمس هذا ولا ديروا النهضه وديروهم كعاده هكا. ما كانش يا ناس، ما كانش، كذبوا عليكم. هذا الناس هذو جماعه الاسلاميين هذو سي ان كونسير، ربي يساعدنا سي ان كونسير. علاش؟ باسكو الناس هذو راهم قاعدين يديروا في الى انسترومونتاليز الاسلام غير باش يحكموا الحكم. برك يجيبوا قال حنا مسلمين وحنا وربي قال والرسول قال، علاش؟ غير باش الناس تفوتي عليهم ويحكموا البلايص. هذا ما كان، هم حكموها جماعه الفيس في التسعينات، حكموا لي زابيسي، ربحوا داو لي زابيسي كيما قال واحد، وداو لي زابيوي. على بالكم بلي خلاو الدنيا ولا ما بالكمش؟ خلاو الدنيا، الدنيا خلاوها سوارت داوهم، داروا اكثر من لفلان، اكثر من لفلان، حتى الديار قسموهم ما بيناتهم. مد هذا بولحية عطيلو، هذا بولحية ما موش بولحية ما تعطيلوش، هذا من هنا خيانهم بني عمهم. انا عندي صحابي، صحابي داو ديروا تيران وكيما قال واحد سادير مومش، هما صحابي صحاب الحي نو خيانهم، مي عطاوهم باسكو خيانهم عطاو لهم، عطاو لهم دي لوجمون ما يستاهلوش، عطاو لهم ديروا تيران. واش راح نقول لكم يا جماعه؟ تسمحوا فيا، اسمحوا لي، هذا هو انا نهضرها باسكو سي لا لوجيك. علاش راكم غلطكم الحال الغلب؟ مي سي لا لوجيك. دونك كي سيدي كي جوادو، كي سيدي كي جوادو، كي لا فلان كي هادو. لا فلان واش قاعد يدير؟ قاعد يدير بزنس بلا بسكون ابل حنا الماضي الثوري. ها كل خطره يهضروا وحنا وخرجنا فرنسا وحنا والشهداء وتحيه الجزائر وكذا، هادو يبزنسو بالماضي الثوري وبالمشاعر الوطنيه. علاش؟ باش يوصلوا للحكم. والاخرين يبزنسو بالدين، يفون دي كوميرس بالدين حتى هما باش يحبوا الحكم. الوغ كو نورمالمون حنا ماناش محتاجين الدين وماناش محتاجين الماضي الثوري، خاطرش 99.99% تاع الجزائريين نقولو مسلمين، ما با بزوان باش يجي واحد ينعدلنا بلي كيفاه ندير ولا منا، يونا با بزوان باش يجي واحد يقول بلي احنا خدمنا وحنا خرجنا وحنا فورا وحنا منا. الجزائريين كاملين ساهموا كيما قال واحد وخرجوا لفرنسا، وما كاش واحد ما عندوش الفاميلا نتاعو شهيد ولا مجاهد وروح روح. دونك هاد الزوج هادو ما يجيبوا والو للبلاد، احنا جربنا ما يجيبوا والو. هادو تاع البوفوار اكتويل هذا من 62 لليوم ما جابوش حاجه جديده للبلاد، ما كانش. خطاش علاه؟ كانت بكري بحبوحه كبيره تاع دراهم. علاه دركا ولاو كي عاد ما كانش دراهم ولاو واش يديروا؟ ولاو يحبوا يهفوا الشعب، ها ويهفوا الغاشي باش قال اخو المغرب هضر علينا، هاي تونس قالت كلمه، هاي ليبيا دوك النهار تحفطر راهو يتهدد علينا، هاي فرنسا لازم نجيبوا من عندهم لازم يطلبوا السماح من عندنا، هاو الامارات ما عارف واش داروا. على واش هذا كل كيما قلت لكم البارح؟ غير باش الشعب يوليو اللي يقول لهم يا ولدي انا راني نحتاج السكنات، نحتاجوا الخدمه، نحتاجوا كيف اسمه كومون ابل سا القدره الشرائيه، رانا ما وصلناش، رانا السبيطارات نتاعنا راهي ماهيش سبيطارات، راهي رانا دونك باش هذا كل ما نجملوش باش يلبيو واش المطالب تاع الشعب. ولاو يلتيو فيه بحوايج، هاو الماك، هاو الماك كيفاش؟ هما قال لنا يحبوا يفزوا الجزائر وحكمناهم وعندو وكان هذا كل ريح في الشباك، هذا كل ريح في الشباك، ما كان والو، ما كان والو. خطاش نحمل ديكم واحد ارهابي، يا واضح الارهابيين الاسلاميين ذبحوا ناس، قتلوا ناس، اغتصبوا نساء، هذو ارهابيين صح. مي تاع الماك الراجل قال لك انا نحب نخرج، واحد يجي تقول لي انت ارهابي ولا دوينا راهو بريباري، شي بريباري هذا؟ لا نقراو حنا على النوايا، واذا ما كان ما لا حتى يجي يحكموني قال انت راك بريباري باش تقلب الحكم ويروحوني بالحبس. نو حنا نحكموا على الافعال، لا جوستيس. على واش تحكم؟ تحكم على الافعال. كيفاش نروح نجيبو واحد قال سيد الرئيس واش كان قال نحكم واحد نجيبوه قال السيد هذا راه يبريباري باش العام الجاي يدير انقلاب. كيما يدير انقلاب؟ راهو قاعد يهضر وراهو قاعد يقول وما عجبنيش البوفوار وما عجبنيش يسمى راح يدير انقلاب، ايا لوحوه في الحبس. سي با كوم سا، لازم نجيبو دي بيس جوستيفيكاتيف، لازم نجيبو حوايج لي فريمون هاد السيد هذا إلي دونجورو باش نجمو نقولو السيد هذا بلي منجمش نقولو عليه إرهابي. أون بو با
مي نقولوا بلي السيد هذا سي تاع كيما قال واحد السيد راح يدير اعمال راح يدير اعمال يعني تشبه تاع الارهاب مي بور لانستون ما شفناش حنا انا عمري ما شفت واحد من الماك راح حط ان بومب ولا قتل واحد نو حتى اللي قتلوا جمال ربي يرحمه ماهوش الماك قتلوا دي كريمينال ها في عند العداله سي تو يوم كل نهار يقتلوا غير البارح برك قتلوا زوج خوا توام زوج خوات تاعو وقيله في البرج بوعلي ريج ولا ما عرف انا جا قتلهم واحد زوج خوات توام مالا اصحاب البرج كل قال لكم كيف زاد دي كريمينال هي ما تصلحش يا جماعه ما تصلحش الو نروح للحل نروح للحل كما قالت لي الطفله هذه البارح والحل نتاعنا واش هو ابن الحل انا من عندي انا سي كوا الحل كما قلت لكم الخطره اللي فاتت باش نجمو نلعبو البالون راكم شفتوا الخطره اللي فاتت كيفاش ليكيب ناسيونال كي راح تلعب في الستاد كي يقولوا في الستاد نتاع البليده كان الستاد ماهوش مليح ولي جوار خشتو كي خرجوا سليماني ولي جوار اخرين قال لك يا ولدي علاش تصابطيو فينا علاه السابوطاج هذا ماهوش تيران نلعبوا فيه حنايا نتوما راكم قاعدين تساعدوا في الخصم خاطرش لو كان جبتوا لنا ارضيه مليحه طابي كنا رانا لعبنا اليز ونربحوا اليز مي الستاد كان ماهوش مليح وعلى هذاك ما بريباروش التيران دونك حنا واش لازمنا نديرو قبل ما نديرو انتخابات وقبل ما نحيو البوفوار هذا درك واش نديرو يفودغي تو دابور بريباري لو تيران بريباري لو تيران كيفاش بريباري لو تيران نبداو اون فا ميليتي اون فا ميليتي ونحتمو على البوفوار هذا اللي راه هنا سور بلاس بار لوتر ميليتونتيزم ماهوش بالقوة ولا منا مي بالسلم قال اخويا طبق لنا القانون طبق لنا القانون غدوة حتى لو كون نديرو كراف نديرو كراف نحبسو بطروا جور كات جور لازم نفهمو نفهمو هاد البوفوار هذا باللي لازم يطبق القانون يطبق الدستور اللي راهو دارو سي تو واش هو بيزومبل نروحو بريميرمون لهذا لارتيكل 2 نيميرو 2 نتاع لا كونستيتيسيون اللي يقول الاسلام دين دوله الله غلطه كبيره لهنايا علاش غلطه كبيره الدوله عمرها ما عندها دين ما هي دوله ما هي مسلمه ما هي كريتيان ما هي يهوديه ما يولد الدوله هي مؤسسات وهنا لازم نحيو الارتيكل هذا نحيو الارتيكل هذا علاش باسكو كما قلت لكم الدوله هي مؤسسات والمؤسسات ما تصليش والمؤسسات ما تعبدش ربي والمؤسسات ما هيش عباد اللي تنجم تعبد ربي هذو مؤسسات باقين هما هما دونك وهذه وحده ثانيه كيفاش تقول لي الاسلام دين الدوله وهذو لي كريتيان هذو وين هي الدوله تاعهم هذو تاريخ تقولوا بلي احنا عندنا دي كريتيان ليش اقليه مي الدوله تاعهم شكون هي مالا شكون هي الدوله تاعهم كي عاد هذه الدوله هذه راهي نتاع الاسلام نتاع المسلمين صح معليش وخيانا المسيحيين هذو نديرهم دولة أخرى ولا نقول لهم اخرجوا من الجزائر راكم ماكمش متبعيننا ولا دخلوا الإسلام بالذراع خيو هاي ما تجيش هاي ما تجيش يكونوا عندنا خيانا يهود 10 من الناس يا سيدي 10 من الناس وين هي الدولة تاعهم هاكم تقولوا بلي هذه الدولة تاع المسلمين وهاد 10 من الناس اليهود هذو وين هي الدولة تاعهم نروحوا سيدي الاخرين اللي ما يمنوش بربي 10 من الناس حتى هما ياسين محمد يقول لك حنا وين هي الدوله نتاعنا حنا كي عاد هذا شفتوا كيف الخلطه هذه اللي صاريه دونك نروحوا نحيوا هذا الارتيكل هذا نيميرو 2 اللي يقول بلي الدين دول الاسلام يفضري نحيوا هذه وحده دوزيام دي شوز وين نروحوا نروحوا نقولوا للناس المسؤولين على الدوله يطبقوا الارتيكل تاع لي بارتي بوليتيك حرف بحرف لارتيكل 42 نتاع كيف اسمه نتاع لا كونستيتيسيون يقول باللي دستور يمنع اي واحد يدير حزب تحت غطاء ديني لغوي ولا جهوي انا شوي ما نقدرش نروح ندير حزب الشوية ما تصلحش خاطرش من بعد راحين الاخرين يديروا حزب القبائل والاخرين راح يديروا حزب ما على باليش العرب والاخرين راح يديروا الحزب نتاع ما تصلحش دونك كيش كيفو فيغ دونك هالاحزاب هادو اللي دارو كونت اون كونتراديكسيون افيك لو كومي سابيل افيك لا كونستيتيسيون
doivent disparaître. Ils doivent disparaître بقوة القانون. لازمهم الحزاب هادو اللي دينية ولا كيما كان الحزاب جهوية ولا كيما كان حزاب لغوية. هالحزاب هادو لازمنا نصفيهم، نهزوا الملفات نتاعهم ونحطوهم للعدالة بقوة القانون، والعدالة هي تحلهم. أتحلهم ونقول لهم يا ناس حنا كي نحلوكم حنا ما نقسيوكمش، حنا نحلوا الحزاب نتاعكم هذه باسكو ما عرفتوش كيفاش ديروها، درتوها تحت غطاء ديني وتحت غطاء لغوي وتحت غطاء جهوي. حنايا نطلبوا منكم تروحوا ديروا دي بارتي بوليتيك، احزاب سياسيه. هذا واش نطلبوا من هاد الناس هذو؟ روح اخويا انت هذا نتاع حمس، هذا نتاع حماس، هذا روح يا سي محمد حفف اللحيه نتاعك، عدل روحك مليح وكيما قال واحد، وروح اخويا دير حزب بوليتيك دير سياسي، وجيب البروغرام نتاعك سياسي، واروح اخويا اذا فوت عليك الشعب مرحبا مرحبا. كيف كيف جاب الله، كيف انتوا جاب الله جاب الله. اليوم يقول لكم لو كان غدوه نحكم نطبق الشريعه. السيد هذا لي دونجورو، لي دونجورو السيد هذا، نورمالمون نحيوه خلاص، ما عادش يخليه يدير حزب خلاص. إلي دونجورو هذا، إلي دونجورو بور لو بيي، إلي دونجورو بور لي سيتويان، إلي دونجورو ميم بور لي ميم. هذا السيد هذا جاب الله هذا، إلي دونجورو هذا، لازم نحيوه خلاص. قال مسي جاب الله، أنت مادام تحب تطبق علينا الشريعة كيما تقول أنت، نضلوا نقصوا في دين الناس، ونضلوا نذبحوا في الناس، ونضلوا نرجموا في الناس كيما قال واحد، يا خويا روح لدارك ترتاح، روح لدارك ترتاح باش نتفاهموا عليها. ما نعطيوكش ميم با إمام، خاطرش لو كان تكون إمام راح تزيد تهبلنا، دونك روح تقعد في دارك. هذه الأولى. كي نخليو الحزاب غير الحزاب الديمقراطية، حزاب يمينية وحزاب يسارية، ومن بعد هاد الناس هذو يديروا الانتخابات، واللي جا واللي عنده بروغرام مليح يفوت عليه الشعب. وكي يجي السيد هذا اللي حكم باكزومبل، ايماجينو حزب اكس حكم فوت عليه الشعب، يحكم اموندا 4 سنين ولا 5 سنين نشوفوا ترى شنو راح يوصل للبلاد. اذا خدم البلاد نزيدو نعاودو نفوتيو عليه، واذا ما خدمش البلاد هاي لا غوش هاي لا دروات هاي لا غوش هاي لا دروات، والدوله تبقى واقفه. الدوله عندها في هي لي زامبو، هي لي ميليتير، هي لا بوليس، هي لا جوندارمري. هادو يبقاو ديما واحد مين جمي يقيسهم، هادو يبقاو ديما يحافظوا على البلاد، بصح ما يتدخلوش في السياسه، ما يتدخلوش في السياسه. علاش؟ باسكو السياسه للسياسيين. مي مادام دركا جيب لي انا سوا هذا الناس واش يقولوا دوله بوليسيه ولا دوله واش يقولوا دينيه، هذه هما لو دونجي تاع البلاد. راكم تشوفوا اليوم خويانا التوانسه عياو يلقاو رواحهم، عياو يلقاو رواحهم. كانوا ناس يقولوا الله يرحم الله يرحم بن علي، الله يرحم بن علي، كون غير خلاونا بن علي لاش تاع ديكتاتوري بصح كنا لاباس علينا. اليوم قالوا لنا اخرين جزائريين الله يرحم بوتفليقه، لو كان غير خليتونا بوتفليقه. كل واحد يقول لك يا اخي والله غير اللي راحوا خير من اللي جاوا، خطاش الناس هذو سمحوا لي البارح والله واحد يقول لي بلي هذو لي الوزير، وزير الشبيبه والرياضه، ولا وزير هذا نتاع الكوميرس، ولا وزير مع بالش هذاك تاع كيف اسمه هذا نتاع التكوين المهني، وهذو سي دي غينيول، سي دي غينيول. هاد الناس هذو ما يستاهلوش يحكموا وزراء. ونروحوا للبرلمان، قال لك البرلمان تاع الناس اللي ما لقاو ما يديروا، الناس راهي تجي تدير في قوانين اللي تهم الشعب، اللي تجيب للشعب حاجه، هما جايين نجرموا الاستعمار، نجرموا المراركه، نجرموا ما نعرف واش هو. يا محمد انت واش راك دير؟ انت راك تضرب في 40 مليون للشهر يا اخي العزيز، راك لاباس عليك، وباسبور دبلوماسي في الجيب، والناس راهي تعاني. ما لقاتش البطاطا عيب عليكم، ما لقيتش البطاطا. وانت تجي اليوم تحكي لي انا على فرنسا 60 سنه بعد الاستقلال تقول لازم نجرموا الاستعمار، ولازم نجيبوا جماجم ونجيبوا هذيك، ولا تحكي لي حكايات تاع بكري خلاص، واش راح تجيب لنا بهذا الشيء هذا؟ واش هاي معليش يا سيدي، نفرضوا يا سيدي، هاي نفرض هاكم جربتوا الاستعمار، اها واش راح يصير؟ واش راح يصير برك؟ واش نقولوا لي واش راح يصير برك؟ هاي نزيدوا نفرضوا يا سيدي،
فرنسا كاملين الشعب كامل يقول لكم اسمحوا لنا يا الجزائريين، اسمحوا لنا راحنا غلطنا في حقكم. اها هاي وين المشكلة سيدي؟ واش يتبدل يعني؟ واش يتبدل؟ السبيطارات نتاعنا يوليو لاباس علينا، اللي يوليو لاباس عليهم، الطرق نتاعنا يوليو لاباس عليهم، لي زيكول نتاعنا يوليو لاباس عليهم، الناس ما عادش تخش في البارح واحد الاخت بعثت لي واحد الفيديو نتاع واحد السيد مسكين كيفاه الماء دخلوا للدار ولا بحر في دارو. انا قلت للناس بعثوا لي هذا السيد هذا الادريس نتاعو ولا لو نوم نتاعو، هذا السيد هذا ولا جهه راهو خليه نعاونو. قالت لي الطفله قالت لي يا ولدي ماهوش غير وحده، قلت لي مش عاون القيامه انا يعني هذا شفتو نعاون السيد هذا اذا نجمت نعاونو، مي راح نعاون الجزائر كامله مانيش تبون انايا. هي انا نجم نعاون واحد اللي نجم نقدر نحشمو ناس نجريو مع ناس نطبطبو في كان شبيبان لعله نعاونوه يعطيو له مسكين اللوجمون ولا يجيو يعدلوا له هذا الدار نتاعو باش كيجي المال خطر جاي ما يخشوش الدار نتاعو ما على باليش حتى وين جا. بصح هذا هو واش بغا المواطن، المواطن يحب هذا الشيء هذا. المواطن ما تجيش انت تمسخر ليا انا تقول لي انا دوك نقول لفرنسا يعطيونا تعويض يا ولدي. والله يا سيدي كيفاه وراح المعلم كيفاه لازم نديرو لهم هذيك ثاني يضحكوا الكل ولا كيفاه؟ كاين يا والله العظيم والله يا سيدي يا والله يا سيدي لازم انا يا والله العظيم والله ما نعرف نلقاه ولا ما نلقاهش. ها يا سيدي اسمعوا لي سبحان الله العظيم. ها يا سيدي هاي 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 يا سيدي والله ما سمعتك هيا بزايد هيا بزايد والله غير عنده الحق هذا والله عنده الحق يضحكوا كل هيا. انت راجل تروح دوك انت تحتم على فرنسا تعوضنا ولدي ريح ترونكيل يا ولدي ولا انت ندير لكم اي والله كاين حاجه اخرى ثانيه اي حاجه اخرى اي حسنا واش غير نضحكوا كل والله غير هذا اللي الناس اللي يطلبوا في فرنسا باش تعوض لنا سينا نزيدو نديرو حاجة خير باش نفهمو الناس هذا باش يضرو يفهمو والله غير باش يضرو يفهمو سمحوا لي. أي والله غير لازم نديروها باش يضرو يفهمو الناس. أي وين راحت؟ أي أي سيدي سمحوا لي غير سمحوا لي يا جماعة سمحوا لي مي أنا لازمني كي نخلق هكا وخلاص. سبحان الله. أي سيدي أي لازم هذا أنا نجاوب الناس هذو اللي يقولوا اللي يقولوا لازم نقولوا فرنسا تعوض لنا. اي سيدي اي اسمعوا يا سيدي اسمعوا يا دقيقه برك يا سيدي اسمعوا يا سيدي سيدي هاي سيدي يا وصي يا وصي يا وصي تحت بغاتش تحل الليل يا وصي يا ولدي هنيوا رواحكم يا ناس والله غير تهنيوا رواحكم ما تجيبوناش المشاكل البلاد يا ناس خليونا يا ولدي كيما قالوا محمد فرطاس بكري خلاص كيما قالوا يا ولدي واش داك اللي شاري خي قلت لك بعد اللي شار يا رجل يقول لولده تقابل مع العسكر قال له واش داك اللي شار يا اخي اني غاك يا خويا يا اخي اني غاك يا خويا العزيز يا ولدي نعلو الشيطان خليونا الناس تعيش ترونكيل نروحو نتهدو على فرنسا حنايا فزاد مالاد ولا واش بيكم نتوما وين نتهدو حنايا على ان بيي كيما فرنسا يا لو كنت تضربك فرنسا ما يضربوك 90 دوله يا ناس اي ما ضربكش فرنسا وحده وحتى كي ضربك فرنسا وحده تهدك هيا خليونا يا راجل قالوا نطلبوا فرنسا التعويض يا ولدي طلب كيما فرنسا طلبوها كيما طلبها الرئيس تاع تونس
الرئيس تاع تونس قال حنا نطلبوا فرنسا باش نتعاونوا مع بعضنا باش نخدموا مع بعضنا، يقريو لنا اولادنا ونروحوا نداويو عندهم ويعاونونا في كاين شي حاجه. هذا واش نطلبوا مع عند فرنسا؟ ما نطلبوش حنا نتقاتلوا مع فرنسا قال تعوضي لنا. واش تعوض لك يا راجل؟ يا تقول لك مشي تلعب على روحك، هيا مشي تلعب. تقول لك واش راح دير؟ واش راح دير؟ نعطي واش راح دير؟ وتقري مرا من تسالي ولا نتوما لي كاس فرغتوهم وجايين تقول لفرنسا عوضي لي؟ واش تعوض لك هذا؟ واش تسال انت لفرنسا؟ واش تسال انت لفرنسا؟ انا من شابوك نتاعهم انا نكون في بلاصه فرنسا ونقول لك مشي تلعب، مشي تلعب. دونك واش لازم نديروا يا ناس؟ لازم نعولوا على روحنا. والله والله يا ناس، والله يا خوتي، يا لكون خلينا القبائل يسيروا الجزائر، والله يا خوتي غير نوليو خير من فرنسا، والله نخليو نوليو خير من فرنسا. يظلوا الناس يموتوا في البحر باش يجيو عندنا. علاش؟ باسكو القبائل فحوله وعندهم في المخ ويعرفوا يسيروا البلاد. ما خليناهمش، ما خليناهمش يسيروا. والله يا ناس، يا لكون نديروا لالجيري كيف اسمه، نعاودوا نحيو علينا المشاكل هذو نتاع هذا الدين، ونحيو المشاكل تاع هذا ونديروا دوله علمانيه. هذا هو الحل، العلمانيه هي الحل. اللي يقول لكم بلي الاسلام هو الحل، راهو لازم هذا السيد هذا لازم نديروا له الطابليه الطويله هذيك اللي حلو يديه فيها ونربطوه ونعيطوا للبومبي يجيو يديوه كيف اسمه للسبيطار نتاع المهابيل. باسكو مسكين ما على بالوش ان السماء لا تمطر ذهبا او فضه. هذ الناس هذوهم يكسروا بكم. هاد الناس اللي كيما هذا نتاع الكوميرس هذا اللي يقولكم بلي نديرو الصرفة الإسلامية، راهو يتمسخر بيكم. تا كاين شي واحد يرحم والديكم يجيب يحل البنكة كيما قال واحد بالخسارة؟ كاين شي واحد؟ بنك إسلامي، بنك إسلامي ستادير خوا، ستادير ربي سبحانه يعمر لي كونت نتاعنا بالدراهم. مي فو زاد دي مالاد، إسوني فو بون سون، يا ابن عمي نعرفو الشيطان. الدولة العلمانية هي اللي تخلي الناس، هي اللي تخلي الناس كما يقول الانسان، هي اللي تخلي الناس هي اللي تخلي الناس الله يا سيدي، هي اللي تخلي الناس كما يقول الواحد يروحوا الافونس، يروحوا للقدام، يروحوا الافون باش يديروا الدوله اللي كما الدول المتقدمه والمتحضره. ما نحبش نروح ندير دوله انايا كما افغانستان، ما نروحش نحب ندير دولة كيما إيران ولا كيما، لا، نحب نديرو دولة كيما فرنسا، نحب نديرو دولة كي الأمريكان، نحب نديرو دولة كي الألماني، كي الأوروب، باش الشعب نتاعنا يعيش ترونكيل. هاكم تشوفو الناس اللي يقتلو في رواحهم وين؟ باش يروحو وين؟ باش يروحو للسودان؟ ولا باش يروحو يحجو؟ يقتلو في رواحهم ساكن باش يروحو لفرنسا. دونك الشي اللي يقتلو عليه رواحهم باش يروحو عليه لفرنسا، نديروه حنا عندنا، نديروه حنا عندنا. مالوريزمون ما كانش هاد الناس كاملين اللي حاكمين دوكا ما يقدروش، امبوسيبل نديروا الجزائر جديده بناس كيما هادو، ناس قدام. ربي يجيب الخير ان شاء الله. غدوه نعاودو نرجعو على كانش فيديو من لي فيديو دونك منا الغدوه ان شاء الله. نقول لكم قيم ديال هنا، تصبحوا على خير. بونسواري ا توتي ا توس.